السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بحضراتكم معنا. نرحب بكم في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأناب سيادته بتشريفنا اليوم دولة رئيس الوزراء. يعتبر الملتقى فرصة حقيقية للتقارب الفكري وتبادل الرؤى والتجارب بين مجتمع الصناعة المحلي والعالمي. صنع في مصر هي أقرب الشعارات لقلوب المصريين، وتعبر عن روح الانتماء والولاء للوطن. هي كلمة وراءها حلم تحول إلى حقيقة بإرادة ونهضة تكنولوجية وأياد مصرية. ينطلق الملتقى في نسخته الثالثة تحت شعار نحو نهضة صناعية رقمية. يشهد العالم اليوم تغير كبير نحو الرقمنة، فأصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياتنا. ومن هنا فتكامل التقنية مع الصناعة ليس مجرد خيار، لكنها ضرورة ملحة حتى نواكب التطورات العالمية ونلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة. فاستثمرت مصر بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، ويوجد الكثير من الفرص المتاحة لتعزيز قدراتنا التنافسية. السيدات والسادة، تواجه الساحة العالمية والإقليمية اليوم تحديات تؤثر على اقتصادات دول المنطقة، ومع ذلك نؤمن بدعم رجال الصناعة الوطنيين المخلصين إلى جانب شركاء النجاح من المستثمرين، ممن يقدرون أهمية ومكانة مصر في خريطة الصناعة العالمية. أترك حضراتكم مع هذا الفيلم التسجيلي. الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية لأي مجتمع في العالم. وأي بلد بتقوم على كلمتين زراعة وصناعة، ده الاقتصاد. صناعة مش ترانزاكشن، لازم تجمع عناصر وتشد خيوط كتيرة قوي تقدر منها تطلع منتج. الصناعة بتخلق إنسان متحضر وإنسان متعلم حتى لو ما بيعرفش يقرأ ويكتب. احنا دولة صناعية مفيش شك، عندنا كل مقومات ان احنا نكون مركز صناعي كامل متكامل. الصناعة بتحرك حاجات كتيرة جدا، من عمالة، من ثروات معدنية، من محلات بتشتغل، من بياعين وموزعين. اي بني ادم طبيعي بيحب بلده بيبقى سعيد جدا ان كل يوم عنده عدد عمالة بتزيد وعدد عمالة منتجة بتساهم في اقتصاد البلد وبتصدر. بسبب وجود المصانع ده خلقت فرص عمل كتير للشباب والبنات، ستات كتير قوي فاتحه بيوت كتير قوي وبتصرف على اولادها. مصر دي اول دوله صنعت العطور واول دوله صنعت العربات الحربيه، ده دوله قويه طول عمرنا. احنا من 1944 احنا السنه دي 80 سنه. هنا في ارض خصبه، هنا في اوبورتيونيتي جامده، في عماله حلوه. بحلم ان احنا الصناعه المحليه بتاعتنا تكبر وتتضاعف. لازم تؤمن ان انت ناجح، انت تعرف تحقق حاجه. بلدنا احنا اللي هنبنيها، واولادنا اللي هيبنوها، واولادنا اللي هيستحملوا، واولادنا هم اللي هيجنوا خيرها ان شاء الله. مشاريع كتير بتبدأ يدوب بحلم على الورق، ومع الوقت الحلم بيكبر مع الشغل والإصرار لغاية ما يبقى حقيقة. مصنع ابتدى بخمسة طن، خمسة دلوقتي 75 طن، أصدر 55 بلد، وواجه ألمانيا والصين في 55 بلد. رحلة المصنع ده ابتدت في محل تجاري في وسط البلد 3 في 3. النهاردة تقريبا 100,000 متر مربع. احنا من 10 الكبار اللي بينتجوا في العالم. بداية النشاط كان في شبرا يعمل هاي 10 كراسي، بعد كده لما توسعنا قوي جينا مدينة بدر وصلنا حوالي 400 موديل كرسي. احنا النهارده عندنا في المصنع ناس بقالها 47 سنة شغالة، حتى الشعار بتاعنا One Big Family.
المصنع صغير على مساحة 4000 متر، كان فيه يمكن 50 عامل. احنا النهاردة المنظومة كلها على نطاق 250000 متر مربع. احنا الحمد لله بنصدر، بنورد لشركات تجميع سيارات بره مصر. فحضرتك ممكن تروح مثلا فرنسا وتقوم بتتمشى في الشارع وهتلاقي عربية مثلا مكتوب عليها دكتور جيش. احنا ابتدينا مشوارنا في السوق المصري سنة 2001 مع اثبات نجاحنا في التصدير وفي التصنيع. قررنا ان احنا نخلي المصنع بتاعنا في 6 اكتوبر مصدر اقليمي. شركة نسلي موجودة في مصر من أكتر من 100 سنة. النهاردة عندنا 3 مصانع، عندنا النهاردة أكتر من 63 خط إنتاج، وفخورين جداً إن إحنا قدرنا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا تحديداً إن إحنا نضاعف حجم تصديرنا. أنا بدأت في المنيا في 2018، النهاردة بعد 6 سنين بقى عندي 2200 عامل وبتصدر لجميع الماركات العالمية سواء أوروبا وأمريكا. تصدر لعملة زي زارة، عملة زي مانجو، عملة زي ليفايس، عملة زي جاب. اللي هيشتغل وهيجتهد في البلد دي هيلاقي مجهوده ونتيجة عمله. من 10 سنين بدأنا مشوار تطوير الصناعة المصرية، مشوار طويل وصعب. انت عايز تشيل حاجة، يعني حاجة واقعة كده وعايز تفرحها، محتاجة شغل جامد. انت بتصلح 60-70 سنة. النهضة الحقيقية اللي ابتدت في مصر بعد 2016 لما بقينا عندنا رؤية وقلنا هنبني استراتيجية 2030. اللي اتعمل طبعا حاجات كتيرة جدا في خلال 10 سنين فات ما تعملتش من فترة، يعني كهرباء، طاقة، طرق، مدن صناعية. الطرق والمباني والكباري اللي الناس بتقولك احنا بنعملها دي الروافد وشرايين الحياة الرئيسية اللي هتبني عليها النهضة. طريق الصعيد وتم الاستثمارات فيه بمليارات الجنيهات ساعدت جدا 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 في نقل الخامات من المواني للصعيد اللي بيعاد تصنيعها وإعادة استثمارها مرة أخرى. تغيير سعر الصرف بيساعد على النمو، على إنك تقدر تصدر بأسعار تنافسية. تركيز وزارة الصناعة مع المصنعين في توطين مدخلات الإنتاج. أنا شخصيا في شركة نسلي عندنا أكثر من 15 مدخل الإنتاج تم توطينه خلال السنتين اللي فاتوا. جذب مشاريع استثمارية كبيرة ومختلفة من دول كتير بأنظمة تحفيزية مختلفة. احنا استفدنا من حاجات كتيرة أو بمنتهى الأمانة. النهاردة المواني اتغيرت وسرعة الشحن، كنا بنقعد بالويتنج ليست بالأسبوع 10 أيام و15 يوم. التطوير في مدن جديدة دي كلها طبعا حاجات بتساعد جدا أي مستثمر لما يفكر إن هو يخش ويتوسع في مصر. لكن زي أي رحلة طويلة قابلتنا حاجات كتير كانت ممكن توقفنا. خدنا من 2016 ل 2020 والدنيا كانت ماشية كويس جدا جدا جدا، دخل علينا كورونا. طبعا كوفيد أدى إلى انكماش في الأسواق. الظروف فيها يعني سوء حظ زي الكوفيد 19، زي حرب روسيا وأوكرانيا. لكن الحقيقة إن السوق المصري سوق قوي، سوق لا يمكن إن هو يتأثر أو يتهز بسهولة. ممكن في مرحلة ما يضطر يمشي أبطأ سنة، لكن هو قوي. قررنا إننا لا هنقف ولا هنعطل، وإن الحل الوحيد إننا هنكمل ونستمر. فكرنا في كل طريقة ممكنة لدعم الصناعة، سهلنا الطريق قدام المستثمرين، وبالرخصة الذهبية فتحنا الباب الواسع قدام المشاريع والشركات الكبيرة. الدولة في تشجيع الصناعة ماشية صح وماشية بوتيرة سريعة. Egypt is absolutely an attractive market for investment. The country has put solid support systems to attract international investment in place. الخطوات اللي بتتاخد السنين اللي فاتت هتساعدنا ان احنا بشكل كبير جدا نقدر نطور من ادائنا الصناعي، وكمان نقدر نتوسع بالتصدير سواء لدول المحيطه بينا او للعالم الابعد. احنا بشكل مباشر في دكتور جريش استفدنا من الحوافز اللي الدوله عملتها في مجال تجميع السيارات. في حوافز استثمار كتيره جدا الدوله بتعملها، فدي بنستفيد منها بشكل مباشر. Egypt's export support programs are a real competitive advantage. We've been running a project since the start of the year to establish our plant in Egypt as an export hub for all of Middle East and Africa. حوافز استثمار أخرى ساعدت الصعيد المصانع والاستثمارات هناك عشان تشجعهم يستثمروا في دعم الصادرات. كل دي في الآخر جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده بيخلي السوق يفضل جاذب للاستثمار مع قوة السوق.
وقفنا جنب آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. خدنا خطوات جريئة أكتر عشان نكمل مشوارنا ونكبر الحلم. احنا بنرسم بألوان وبنرسم بذهب على الأطباق، بعمل كل حاجة تخص البيت المصري، يعني مجات، فناجين قهوة، سرافيس، في حاجات تم بسطها للقاعدة الصناعية اللي المفروض تبقى موجودة في مصر. أنا استفدت كويس جدا، وأنا استفدت من معارض اتعملت للصناعات دي وأنا كنت فيها وجالي إكسبوجر حلو قوي. احنا في محافظة الشرقية، مركز زيار بنيل، قرية طحا المرج. المكان ده مصنع ملابس جاهزة بجميع التخصصات، تجربة ممتازة طبعا بتفيدني، العمالة متوفرة، توفير الوقت بالنسبة لأهل القرية، بتخدمهم ان هم جنب قريتهم، المواصلات قريبة جدا، فطبعا انا بستفيده وبيستفيدوا كتير. عشان نبني اقتصاد قوي ونستثمر صح في الصناعة كان لازم نبدأ من التعليم. بنينا عشرات المدارس والجامعات التكنولوجية عشان يطلع جيل جديد مش بس جاهز لسوق العمل، لكن كمان مستعد لمستقبل مليان بالفرص والإنجازات. في 70 مدرسة في محافظات مختلفة وتخصصات مختلفة. احنا في المدرسة بنتعلم مواد تخصص ومواد نظرية، عندنا سمارت بورد وعندنا كمان منصة في دكاترة مختصين بيدرسونا. ننزل مثلا الورشة وبنروح مثلا زيارات المصانع وبننزل تدريب ميداني. انا خدت اول سنة دوائر كهربائية وبدأت اشتغل عملي بإيدي، وكمان تاني سنة بدأت اخش في كلاس الكنترول. ساعدنا ان احنا يكون في عمالة فنية مدربة وبتقلل من وجود بطالة. تديني احساس بالامان، انا داخلة مدرسة ابلاي تكنولوجي وعارفة ان هطلع ايه وهشتغل في ايه. في ناس كتير عرفت مستقبلها من وهي داخله في سنه اولى، هي عارفه مستقبلها هي. انا فخوره ببلدي لان هي دلوقتي بتتقدم، فانا عايزه يبقى ليا دور في التقدم ده. نفسي اطلع دكتور واعمل حاجه مميزه تبهر الناس واقول انا عملتها في مصر. والنهارده بميت مصنع ذكي بيعتمدوا على احدث تطبيقات التكنولوجيا ودمج كامل للتطبيقات الرقميه في خطوط الانتاج. مصر بتبدأ رحلة جديدة مع المستقبل. IT أو ICT بيتداخل في كل شيء، في الصناعة إحنا كلنا بنشوف مصانع السيارات من فترة طويلة بتشتغل بروبوت، فتقنيات المعلومات ليس لها مجال محدد ولكن هي بتغطي كل مناحي الحياة بالكامل. العالم كله بيعمل تحول رقمي غير عادي، في ثورة في الذكاء الاصطناعي وأصبح كل شيء مواكب. والنهاردة اللي بيملك برمجيات التحول الرقمي يستطيع الإنتاج بسرعة، تحليل البيانات والمؤشرات بتخدم صاحب القرار لاتخاذ قرار أفضل. فالتحول الرقمي بصفة عامة والميكانة أصبح أمر حتمي. مصر تستطيع جدا، والشباب المصريين يستطيعوا 100% لا شك في هذا الكلام. رحلة مليانة بالصعوبات، لكن لذتها في كل خطوة نجاح وكل إنجاز بيقربنا من اللي بنحلم بيه. البلد دي حبها مش بمزاجك. احنا على الطريق المظبوط، وتركيزنا في ملفات الصناعه الفتره اللي فاتت بيؤتي ثماره الايجابيه. Egypt is definitely growing as an industrialized nation. We're seeing growth across the various industrial sectors that we serve in the country. واكبر دليل الافعال، ان شركه زي دي زي مارز مصر تيجي وتستثمر 250 مليون دولار السنه دي، اكبر استثمار عملته في اي دوله في العالم، ده عشان احنا متاكدين ان احنا ماشيين على طريق صح. احنا شايفين مصانع كتير، احنا شايفين مصانع منطقه صناعيه صينيه، شايفين منطقه صناعيه تركيه، شايفين مصانع احنا عارفينها في مجالات المختلفه اللي احنا بنورد لها موجوده بيتوسعوا. The foundation is all there for growth. A great workforce, strong opportunity, supportive policies. انا اهم حلم ليا ان مصر تكون من اكبر 4 دول على مستوى العالم في تصدير الملابس الجاهزه، لان انا لا ينقصني شيء. بحلم ان احنا نصدر اكتر، نضاعف عدد مصانعنا، بحلم ان المصانع اللي تاثرت بالسلب ترجع تاني تفتح وتشتغل وباسرع وقت. عايز اشوف في كل شارع مصنع وفي كل شارع ورشه، عايز اشوف كل حاجه المشهوره بيها مصر، تراثنا، هويتنا موجوده في كل بلاد العالم. احلامي في الشكل الصناعه في مصر اني الاقي المنتجات اللي موجوده في كل حته في العالم هنا موجوده في مصر. اي منتج ممكن تجيبه من اسواق يبقى مصر بتعرف تعمله. كل المجهود اللي اتعمل ده يفضل يستمر ويفضل منافس ويطور نفسه ويجود نفسه عشان يبقى كل التعب اللي اتعمل ده ما يكونش راح. لو احنا امننا ان مصر لازم تبقى دولة صناعية كبيرة هنعملها.
صدقنا نعملها ومش في زمن كده. خلاص احنا قطعنا كتير، لسه القليل. سيدات والسادة، الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، وما نشهده اليوم من تطوير في مجالات الصناعة يعكس القدرة الكبيرة على الابتكار والإبداع البشري. المستقبل يعدنا بالكثير، وهذه التطورات تضيف لرصيد الإسهام البشري في صناعة عالم أكثر تقدماً وإزدهاراً. فلنعمل معاً ونتبادل الرؤى والأفكار لنكون جزءاً من هذه الرحلة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة. السيدات والسادة الحضور، دعونا الآن نرحب معاً بالسيد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فليتفضل لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الحضور، ضيوفنا الأعزاء، القادات، اتحادات، أنا مش عايز أنسى حد، لكن كلكم حضراتكم منورينا مشرفينا حقيقي. الحضور الكريم بيدي أمل دايما وبيشجع الناس دايما إلى العمل، فأهلا بحضراتكم في النسخة الثالثة من الملتقى المعرض السنوي لاتحاد الصناعات. يمكن عايز أوضح كده الفيلم، ممكن أبين لحضراتكم مدى عمق الصناعة، مدى صعوبة الصناعة، ومدى جمال الصناعة. الصناعة في مصر الحمد لله يا رب في قطاعات كتيرة جدا، احنا بنتكلم وعرضنا الجيل الثالث، يعني صناعات كتيرة من اللي حضراتكم شفتوها هي جيل ثالث في الصناعة المصرية متواجد. في 80 سنة، في 100 سنة، في 70 سنة، في جيل تاني موجود وفي جيل أول موجود، وإحنا شغالين ده بنشتغل على كل الأجيال، نحافظ على الأجيال المتعاقبة ونشجع إن هم يستثمروا أكتر، وفي نفس الوقت نوجد صناع جدد إن هم دول المستقبل، من شباب، من واحد كبير، من سيدات، كل دول ده المستقبل اللي احنا بنتكلم عليه. فبنبين الصعوبة. الصناعة قاعدة في مصر، يعني الصناعة الحمد لله رب تحصل مشاكل ما تحصلش، احنا قاعدين يا فندم، مش يعني احنا ما بنروحش في حتة، لانه دي حياتنا، ده واقعنا، ده احنا اتربينا على كده. فأزمات الحمد لله بنفضل شغالين، فده بنبين بس عمق الصناعة ونبين الفرص الواعدة اللي موجودة. ومن هنا أنا عايز يعني أقول اهتمام الدولة بالصناعة عامل ازاي. أول حاجة أن القيادة السياسية والحكومة تعين وزير الصناعة يبقى نائب رئيس وزراء، دي السنة دي يا فندم يعني نقلة كبيرة، لأن اتعمل منها المجلس للتنمية الصناعية برئاسة مع الفريق وبعضوية عدد كبير من الوزراء وبعضوية عدد كبير من رؤساء الهيئات. يعني بدي بس رسالة للجميع، الاجتماع ده يمكن يحصل أسبوعي، واجتماع بيقعد 3-4-5 ساعات. أظن أن نص الحاضرين ممكن يبقى عرضوا مشاكل والحمد لله بتتحل في القعدة، وده الهدف منها يا فندم. الصناعة مش مستحملة تتأخر، فده الحماس اللي موجود الحمد لله يا رب، ان مشاكل كتير جدا بتتحل، مش تتحل بس لمجرد مؤقتا، لكن ممكن تتحل على مستوى التشريعي، ممكن تتحل على مستوى اللائحي، ممكن تتحل على مستوى القرار اللي بيتاخد فورا. فهو ده الوضع للصناعة في الفترة الحالية. اتعمل انه تخصيص الاراضي دلوقتي بقى سهل جدا بالنسبة للناس، اظن الامور اتشجعت، كل الأراضي حالياً تحت الترفيق،
فيعني حسب معلوماتي انه في خلال 25 اغلب المناطق الصناعية تبقى جاهزة بإذن الله، مرفقة جاهزة للصناعة، سهلة التخصيص، لان التنمية الصناعية دلوقتي هي اللي بتقوم بالدور، الناس ما بتنامش فعلا، فده يعني نقطة أساسية. وبتشكر طبعا لقيادة السياسية وبتشكر لمعاليك رئيس الحكومة على هذا القرار. اتحاد الصناعات في خلال احنا النهاردة 103 سنة، صناعات كتيرة جدا قامت، صناعات كتيرة الحمد لله بتقوم في مجال التصدير، ولكن لازم عشان نكمل زملائنا النهاردة حضرتك هتشوفهم موجودين في مجال التكنولوجيا، الجيل الرابع والتكنولوجيا، ما فيش مصنع هيتطور من غير التكنولوجيا، وده هنستأذن حضراتكم هتبقى لها سيشنز موجودة ان احنا بنتيح استخدام التكنولوجيا للتطوير بالكامل. نقطة أساسية برضو اتعملت ونحب نطمن بها الناس، فكرة قرارات التفتيش عن مصانع أو غلق مصانع. حضرتك أصدرت قرار بعدم غلق أي مصنع، بل بالعكس المصنع اللي عنده مشكلة واللجنة شافت عندها مشكلة بتقول له اعمل كذا وتريح. فإحنا بنتكلم على وقت تم التغيير بالكامل في طريقة التعامل مع الصناع، تم التغيير النظرة للصناعة بالكامل. لكن الصناعة مش هنقول إنها مكان بس، الصناعة إمكانيات، إمكانيات مادية، إمكانيات بشرية، وهو في الأساس إمكانيات اتفاقات معمولة مع دول كثيرة. ومن هنا أحب أتكلم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمعاهد التكنولوجية، لأن ده تحدي كبير يمكن حضراتكم كلكم شاركتونا فيه، إن إحنا بدأنا عمليات المدارس التكنولوجية مع وزارة التربية والتعليم. وأحب أتشكر خصيصاً لاتحاد البنوك لأنه هو أكبر داعم كان بيدينا دعم إزاي إن هو يرعى هذه المصالح، وزملائنا من القطاع الخاص كان أيضاً بيعملوها. ظهر تفندم شباب، حضرتك يمكن شفته في الفيديو، الشباب ده حقيقي، الشباب ده واقعي موجود، ولو تحب حضرتك أنا بس النور هو اللي ضارب في عينيا، لكن هم منورينا هنا يعني. سمحت لي حضرتك نقدم لهم التحية كلهم للشباب اللي موجودين، بس أنا مش شايفينهم، لأن دول حقيقي المستقبل بتاعنا، دول مستقبل مصر للصناعة، دول نقاط الجذب الأساسية للصناعة. وخريجي المعاهد التكنولوجية نفس الحكاية، فن نقاط الجذب. أي مستثمر أجنبي أو مصري من أحد الحاجات التحديات بيسأل الأعمال الفنية، إحنا جاهزين إن شاء الله نرعى مدارس كتيرة، حضرتك بس إن شاء الله تدون المدارس إن شاء الله مع معالي وزير التربية والتعليم، وإحنا جاهزين يا فندم، لأن القطاع الخاص مش متأخر إن هو يقوم بدور الرعاية ليها. نقطة أخرى برضو أستاذنا حضرتك، إنه في مراكز للمصانع للصناعات الصغيرة، ودي كانت عملت من قبل الدولة، الحمد لله احنا كاتحاد احنا بندي يعني بشرة للجميع. احنا حاليا معنا ثلاث مراكز جاهزة يا فندم للصناعات الصغيرة، في مركز منهم بالكامل اتملى، في واحد نص اتملى، والثالث لسه واخدينه قريب. يعني رسالة كده لكل واحد عايز يبتدي مصنع جديد، اهلا وسهلا بيه، هيجي اجر يا فندم مكان جاهز بالكهرباء بالمية بالحراسة بالأمن بأسعار بسيطة جدا، تشجيع من الدولة إنه تتيح إنه يبتدي شغله فورا. وفعلا حضرتك شفت المكان اللي بيتكلم على الأشغال في منطقة للحرف الأدوية، هتيجي ويظهروا ويبتدوا الناس تزورهم وتشوفهم، وده بعتبره تغير. لأن أنا بقول اللي بيقول مش لاقي وظيفة، لأن أنا بقول له تعالى واشتغل، هنساعدك بكل الإمكانيات اللي لدينا كدولة إن أنت تبتدي حياتك وتبتدي مصنعك الصغير. لأن ما زي ما سألت الفريق كده في أحد الحفلات المدارس، واحد قال أنا عايز يبقى عندي مصنع أحسن محمد السويد، قال له طب أنا هتبناك عشان تبقى أحسن محمد السويد. فإحنا عايزين كل يا فندم يبقى أحسن وأفضل إن شاء الله من المستقبل الجديد. برضو رسالة، إنه كان المؤتمر اللي فات يا فندم كان فخامة الرئيس وجه انه استخدام الاراضي المستردة من الدولة على مستوى الجمهورية، والحمد لله احنا قعدنا مع الجهات المسؤولة
اللي هي تابعه لحضرتك دولة الرئيس تابعة الحكومة، وبقولها رسالة في أراضي جاهزة للصناعة على مستوى الدولة. دي أراضي ما بقتش صالحة للزراعة لأنها كانت في تعدي عليها ودولة استردتها، فأصبحت جاهزة أنها تبنيها على مستوى الجمهورية بالكامل، بجانب القرى بجانب العمالة، تشجيع لأي مستثمر أن يجي ياخدها بالنظام حق الانتفاع. فدي سبل أنها بنساعد أن الصناعة توصل لكل بيت وكل قرية وكل محافظة، تساعد المرأة أنها تشتغل وهي جنب بيتها، وهو بيوفر على نفسه طبعا مصاريف كتيرة جدا أنه يقدر يروح. والتعويم، يجي التعويم كان تحدي كبير جدا، بس هو لما اتعمل يا فندم هو أصبح أكتر نقطة جاذبة للاستثمار في مصر، لأن لما بصنع منتج محلي وله قيمة مضافة، بعمل قيمة مضافة محلية وبستخدم خامة محلية أو منتج محلي، أنا أصبحت عندي نقط تحدي كبيرة إن أنا بأرخص من المستورد، لأن الدولة ما رفعتش مصاريفها بنفس الفرق اللي حصل في التعويم يا فندم، ولو 3 أضعاف، فأصبح تكلفة إنتاجي حاليا أرخص بكتير إن أنا أقدر أصدر، وأصبح العمالة عندي أرخص، وأصبح مصروفاتي أرخص. فدي رسالة احنا بنوجهها للعالم كله، فرص تصديرية كبيرة الحمد لله. التعويم على قد ما كان تحدي، وتحدي من الجميع أن يقدر يستحملها كدولة وقطاع خاص وغيره، لكن أصبح حاليا من أكتر نقاط جذب الاستثمار اللي نقدر نتكلم عليها. وعايز سمحت لحضرتك، حضرتك التقيت بفخامة الرئيس السبت اللي فات تقريبا، واتكلمت على موضوع تخفيف الأعباء في مع معالي وزير الاستثمار على تخفيف الأعباء اللي هي المصروفات وكده. في دي رسالة نحب نقولها، وحضرتك لو تحب طبعا توضحها للناس، دي نقطة هامة جدا، إنه تخفيف الأعباء بالمصروفات اللي كانت موجودة أصبحت حاليا تحت الدراسة، وإن شاء الله يتاخد فيها الموقف السريع لخفض الأعباء وتوحيد الجهات بقى. فهم احنا بس اللي يهمنا، لو حضرتك تسمح لي اطلب طلب بسيط، يعني نوحد الجهة اللي اتعامل معاها. هو الصانع ما عندوش مشكلة انه يدفع المصاريف طبعا بعد التخفيض ان شاء الله، بس روح مكان واحد ادفع، خزانة موحدة او غيره هي اللي تقوم يا فندم بعملية يعني ان القطاعات او الهيئات الاخرى انها تستفيد. والطلب الأخير هطلبه من حضرتك، سمحت لي، زي ما حضرتك شفت الصناعة بتتوارث، والصناعة أجيال، والصناعة عائلات، والصناعة استثمار، ما زال هناك بعض الأحكام أو بعض البنود في اللوائح الإدارية ممكن تؤدي إلى عقوبة بدنية على المستثمرين. نتمنى يا فندم في حضور زملائنا من مجلس النواب وحضرتك ومعالي الفريق ان ناخد النقاط دي يا فندم تحذف، لانه الصنع عايز يشتغل. انا لو حصل لي خطأ يعني نتحمله ماديا، لكن التحمل البدني دي انا بتكلم على الحاجات الادارية يا فندم، ما نتكلمش على الحاجات. فانما الرسالة يعني احب ان انا اقول كلنا امل في الفترة دي، الحماس ما شاء الله شديد، مع الفريق مش مدينا وقت نريح يا فندم يعني ما شاء الله بيجتمع بكل القطاعات. ودي رسالة برضو بقولها، انا عارف هو حمل كبير على الحكومة، لكن اللي عنده مشاكل الحكومة فتح بابها بنروح نتعاون معاه، مشاكل كتيرة بتتحل في وقتها. واحب اذكر في النهاية يا فندم تعاون كل الهيئات بتعميق الصناعة. الفترة اللي فاتت احنا عملنا زيارات كثيرة جدا لكل الهيئات، مرحبة جدا، بيستحملونا بيشجعونا ان ازاي الحاجة اللي بيستوردوها يقول لي لو شفت لي البديل ونتعاون فني. فدي من هنا يعني بقدم كل التحية يا فندم لكل الهيئات اللي تعاونت معانا في عملية تعميق الصناعة. في النهاية أنا عارف أنا طولت على حضرتك، بس الحماس بياخدنا دايماً،
ان احنا نتحدث. وبشكر لكل من قاموا بالتنظيم، بشكر زملائي، اتمنى ان ما عرضناه يبقى يدي جزء من الواقع اللي الناس بتشوف ما هو واقع الصناعه، اهميه الصناعه، دور الصناعه في تنميه المجتمع، المشروعات الصغيره اللي بيناها فندم، وتشغيل المراه ده الحل الوحيد في وجهه نظرنا. عشان نشغل المراه في الريف انها تعول ونعمل التنميه الاقتصاديه، لازم نوصل بالصناعه لجانب القريه صناعات صغيره او صناعات متوسطه توصل وتشغل الناس دي. دايما كده المستقبل افضل يا فندم. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا للسيد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري على هذه الكلمه وهذا الشرح. السادات والسادة الحضور، نرحب معا الآن بالإعلامي المتميز الأستاذ أسامة كمال لإدارة الجلسة النقاشية والتي تأتي بعنوان الاستثمار في الصناعة، فرص التكامل والنمو. دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي الوزراء، السيدات والسادة الحضور، صباح الخير على حضراتكم في هذا اليوم المشرق الجميل وهذه الكلمات المملوءة بالكثير من التفاؤل. دائما ما تقال كلمة الصناعة قاطرة التنمية، ولكن الحقيقة كل القطاعات في مصر تتناغم الآن لكي تنمو ببلدنا الحبيب. النهاردة خلال هذه الجلسة النقاشية لن نطيل على حضراتكم في حوار بروتوكولي، ولكن ستكون جلسة نقاشية تدور حول موضوعات تهم كل مواطن مصري. أي مواطن مصري لما بيسافر بره ويشوف منتج مكتوب عليه صنع في مصر، أي واحد من المية وشوية مليون بيكون فخور جدا بما يرى ويتحدث، وخاصة لو تحدث حد عن هذا المنتج المصري أن تقنيته بالغة الأهمية أو عالية جدا. وبالتالي هذا مستهدف أن نصنع، أن نصدر، أن نعمل. فاسمحوا لنا نبدأ فورا بهذه الجلسة النقاشية وادعو محدثينا الكرام الأستاذ طارق حسين العضو المنتدب لمجموعة Sky and Reliance Logistics، واسمحوا لي أدعو الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، وأدعو المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. يشرفني أن أدعو معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. زي ما وعدت حضراتكم إن شاء الله هتكون جلسة مفيدة بمعلومات مفيدة ونقاش حول قضايا هي مهمة جدا. خلوني أبدأ مع معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل مهندس كامل الوزير، وأبدأ مع حضرتك. وأنا عاصرت مع حضرتك 6 سنين من التطورات الكبيرة التي حدثت في وزارة النقل، وقبلها سنوات في الهيئة الهندسية شهد لها الكثير من المواطنين إن لم يكن كل المواطنين. النهاردة شفنا من البداية، من بدايات تولي وزارة الصناعة، حضرتك في اجتماعات مستمرة وقرارات مستمرة، والناس متفائلة جدا بما سوف يحدث أو ما يحدث بالفعل على الأرض في قطاع الصناعة. رؤية حضرتك لما سوف نراه في الفترة القصيرة القادمة،
هيكون عامل ازاي في قطاع الصناعة. انا في البداية طبعا بشكر حضرتك، بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته اللي وضعها فيا وفي الحكومة المصرية في الفترة القادمة، ان احنا ان شاء الله نستطيع ان احنا ننهض بالصناعة المصرية ونقدم حاجة لبلدنا ان شاء الله. بشكر دولة الرئيس مصطفى مدبولي، طبعا الدكتور مصطفى مدبولي، على معاونته الصادقة والمستمرة وإصداره قرار بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية زي ما زميلي وصديقي المهندس محمد السويد اتكلم، فيها 12 وزير ولا يقل عن 10 رؤساء هيئات، علشان كلنا ندرس مع بعض، كلنا بناخد قرارات لصالح الصناعة المصرية، قرارات مدروسة، ما بنقولش أي حاجة إلا إذا كانت فعلا بتستند على معطيات حقيقية وعلى رغبة صادقة من الحكومة المصرية كلها في حل التحديات والمشاكل اللي احنا بنواجهها في مجال الصناعة. بشكر زمايلي كلهم في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كل في تخصصه وكل في وزارته، ولكن بصراحة المجموعة بتشتغل كل واحد بيبدي رأيه بيتعاون حتى لو في مش في مجال وزارته، فده يعني روح الفريق زي ما احنا بنقول، روح الفريق متجسدة في هذه المجموعة المتعاونة المتفاهمة تماما علشان نقدر نقدم حاجة لبلدنا. قبل ما اتكلم على نعمل ايه، برضو بشكر زمايلي كل وزراء الصناعة السابقين، كل عمل على قدر ما يستطيع وكل عمل على قدر ما توفر له او تيسر له من امكانيات، لهم كل التحية والتقدير مننا. مش معنى ان احنا بنقول ان احنا هنعمل او بنعمل ان هم ما كانوش بيعملوا، لا هم عملوا وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يبارك لهم في صحتهم وعلى قد ما عملوا ان شاء الله باذن الله. ارجع تاني للسؤال بتاع حضرتك، احنا دايما بنقول ان قطاع الصناعه ده من الملفات المهمه جدا اللي بتريها الحكومه المصريه الاهتمام. فخامة الرئيس أثناء لقاءه بينا كوزراء جدد في نفس يوم حلف اليمين حملنا مسؤولية كبيرة جدا كلنا، مش فقط حتى وزير الصناعة ولا المجموعة الوزارة التنمية الصناعية، لا كل الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي طبعا، أن نخلي مصر، نجعل مصر، نحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي زي ما فخامه الرئيس يوم القائه للبيان في مجلس النواب لفتره ولايه جديده قال ان احنا عايزين نحول مصر الى مركز للنقل واللوجستيات وتجاره الترانزيت، ايضا في نفس اليوم قال ان احنا عايزين، والحمد لله احنا عملنا على هذا الشعار في وزاره النقل وبنحاول باذن الله ربنا يوفقنا وننفذه كلنا كحكومه، ايضا سياده الرئيس اطلق التوجيه المهم جدا للحكومه المصريه كلها مش لكامل فقط ولا حتى المجموعه الوزاريه بان تكون مصر او تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي. عشان نحول مصر الى مركز للصناعه الاقليميه كان لازم نعمل استراتيجيه للصناعه، صحيح كل من سبقوني كان لهم بعض الـ يعني الإجراءات وبعد حاجات بالتعاون مع البنك الدولي بالتحديد، اتعملت استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي ولكنها كانت استراتيجية يعني أنا بسميها استراتيجية يعني على مستوى عالي شوية، عالي علينا شوية، بتستند إلى أن احنا يعني عندنا إمكانيات كبيرة جدا وأن يعني كلام عام قوي. فنزلنا أنا والمجموعة الوزارة التنمية الصناعية مع زمايلي في وزارة الصناعة عملنا استراتيجية أنا بسميها استراتيجية نقول حقيقية أو واقعية نقدر ننفذها. إحنا عندنا كتير من المحددات اللي موجودة اللي أتكلم عنها دلوقتي لازم أتحرك في إطارها، لازم أشوف إمكانياتي، لازم أشوف أهدافي إيه اللي أنا عايز أوصل له، لازم أشوف السوق عايز إيه، لازم أشوف الصناعات اللي ناقصة إيه. كل الكلام ده درسناه كويس جدا، عملنا استراتيجية واقعية حقيقية
عرضناها على دولة الرئيس صد عليها، عرضناها أنا والمجموعة الوزارية التنمية الصناعية على فخامة الرئيس يوم 7/8 صد عليها، بدأنا نتحرك بسرعة جدا في هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية دي كانت أساسا بتهدف إلى زيادة مساهمة طبعا القطاع الخاص في مجالات الصناعة ومجال الصناعة عموما أو الصناعة عموما في الناتج القومي اللي كانت بتصل إلى 14%، عايزين نوصلها في 2030 إلى تقريبا إن شاء الله ربنا يوفقنا إلى 20%. نرفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء. ده يعني مش هنقول موضة العصر، ولكن ده التزامات لينا أمام بلدنا وأمام المجتمع الدولي كله. تشغيل الأيدي العاملة، احنا عندنا تقريبا كان فيه بيشتغل في مجال الصناعة حوالي 3-3.5 مليون عامل. طبعا شعبنا بيزيد، محتاجين نزود الفرص العمل شوية، فاحنا مستهدفين نوصل ان شاء الله الى 7-8 مليون فرصة عمل. نقدم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ما نسيبهاش بتشتغل يعني وتتعثر وتحت بير السلم زي ما بيقولوا، لا لازم ندمجها في الاقتصاد الرسمي. بنحل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء اللي كانت شغالة بتعمل وتعثرت نتيجة ظروف إدارية أو فنية أو مالية، أو حتى المصانع اللي أثناء الإنشاء تعثرت أيضا. فده زائد ده احنا مستهدفين ان احنا ان شاء الله نساعدهم عشان ما يبقاش عندنا مصنع متعسر ولا مصنع لا يعمل ان شاء الله باذن الله. بنينا الخطه زي ما قلت على اسس واقعيه وحقيقيه تعتمد اصلا على دراسه احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعيه والمشروعات القوميه، حجم المواد والخامات الاوليه المتوفره بالسوق المصري. انا ممكن يعني اقول انا عايز اعمل وعايز اعمل وعايز اعمل وما عنديش خامات وما عنديش طاقه وما عنديش ارض كافيه وما عنديش مرافق، فلازم ندرس كل الكلام ده علشان يبقى فعلا اسس واقعيه. القدرات الانتاجيه المصانع المصريه الموجوده حاليا وعدد وانواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الحكومي او مصانع الانتاج الحربي. المراكز البحثيه والتكنولوجيه اللي موجوده سواء في المصانع او في الجهات الحكوميه او في الجامعات، ما احنا عشان نعمل صناعه جيده لازم نطور فيها باستمرار ونجدد فيها باستمرار، فاحنا محتاجين، وده فعلا بنتعاون بشكل كبير جدا في مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وفي اتصال دائم بيني وبين زميلي الدكتور ايمن عاشور طبعا علشان نقدم للصناعه كل ما هو جديد. عدد المصانع المتوقفه عن الانتاج والمتعثره، ده برضه اسس من الاسس اللي اشتغلنا عليها. عدد المصانع اللي بتطلب توسيع نشاطها، اي مصنع جاد وبينتج وعايز يوسع نشاطه بنساعده ان احنا نوسع نشاطه، سواء بتخصيص اراضي، سواء بترفيه اراضي جديده، سواء بمساعدته حتى مساعدات اداريه وفنيه وماليه، بنشجع الصناعات الجاده اللي عايزه توسع نشاطها. تقنين اوضاع المصانع الغير مرخصه، في مصانع كتير جدا من ضمنها مثلا على سبيل المثال ويمكن دولة الرئيس حافظ الرقم ده، عندنا تقريبا 34 مصنع بتنتج حديد بشكل يعني مش هقول غير قانوني، غير مرخص ليهم ولا يراعوا الظروف البيئية وغيره. بنحاول ان شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية نقننها. بنتعاون بشكل كبير جدا مع القطاع الخاص، القطاع الخاص شريك، ويمكن سمعت دولة الرئيس في آخر مؤتمر وآخر مؤتمرين اللي حضرته مشكورا بيعملهم بعد مجلس الوزراء يوم الأربع، بنتكلم فيه ان احنا ازاي نطبق سياسة ملكية الدولة. ده موضوع مهم جدا ان احنا نشرك القطاع الخاص معانا في المجالات الصناعية المختلفة. الاستراتيجية طبعا دي قسمناها الى عناصر، قلنا الوضع الحالي للصناعة، التحديات الداخلية، الرؤية المستقبلية، استعراض الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعة، تحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع. طبعا الاستراتيجية دي مش هتتعمل في يوم وليلة، طبعا احنا عملنا لها خطة، يعني من المحتمل ان هي تصل ان شاء الله الى من 4-6 سنوات، يعني بنهاية 2030 نكون ان شاء الله باذن الله كل امانينا وطموحاتنا ان شاء الله باذن الله قدرنا نحققها ونحول فعلا الصناعه بتاعتنا او نحول مصر الى مركز اقليمي للصناعه. الخطه دي
عملناها لها 7 محاور رئيسية كان لازم نتحرك فيها بسرعة. المحور الأول هو تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة. باختصار خالص قلنا إحنا عندنا صناعات كتير جدا بنستوردها، منتجات كتير جدا بنستوردها، إحنا مش هنقدر نمنع الاستيراد ولكن لازم نحد من الاستيراد، لازم نصنع كتير من الاحتياجات بتاعتنا اللي إحنا بنحتاجها. طب عشان نصنع ونقلل الاستيراد او نصنع عشان نزود التصدير اللي هو المحور الثاني، لازم نصنع بشكل جيد جدا، لازم نصنع بجودة عالية جدا، ولازم نصنع باسعار تنافسية عشان نقدر ننافس في الاسواق العالمية في التصدير او ننافس حتى المستورد اللي بيدخل مصر، ونقدر نوقف الصناعة على رجليها، ما نسيبهاش عرضة الى ان هي يبقى في منافسة كبيرة جدا في السوق داخل السوق المصري للصناعات المصرية من المستورد او حتى في الاسواق العالمية لما احنا نيجي نصدر. المحور الثالث كان ان احنا نبدأ فورا، وده فعلا بدأناه بمساعدة الحكومة كلها والبنوك واتحاد الصناعات والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في مساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة. بنجيب الناس زي ما المهندس محمد سوري قال كده، بنجيب الناس، بنقعد كل اسبوع كمجموعة وزارية التنمية الصناعية وبنجيب المستثمرين ونتناقش معهم ونشوف مشاكلهم، بنقعد مع كل المستثمرين قاعدة اخرى كل يوم سبت مع في هيئة التنمية الصناعية مع مستثمرين محافظة محافظة، مع في وجود معالي المحافظ، في وجود القائمين على الصناعة في المحافظة ووزارة الصناعة، علشان ندرس مشاكلنا بالتفصيل ونقدر نصل فعلا إلى أساس المشاكل ونساعد في حلها. المحور الرابع هو تحسين جودة المنتجات المصرية. زي ما قلت مش هنقدر ننافس لبرة ولا جوة إلا إذا كان عندنا جودة في صناعتنا. الخامس التوظيف من أجل الإنتاج. احنا مش هنوظف وخلاص ناس ونزود البطالة، لا، ده زي ما المهندس محمد السويدي قال بنحاول بشكل كبير جدا ان احنا نهتم بالتعليم والتعليم الفني، وخاصة في الكفاءة الانتاجية اللي موجودة عندنا. طبعا في تعليم فني كتير بيتم في التربية والتعليم والتعليم العالي والمصالح والآت، ولكن احنا عندنا في وزارة الصناعة مصلحة اسمها مصلحة الكفاءة الانتاجية فيها 41 مركز تدريب غير 120 محطة تدريبية موجودة داخل المصانع، وفي بعضها في خارج المصانع، ولكن ان شاء الله هندخلها داخل المصانع. زي ما حضرت حفلات تخرج لمدارس خاصة اقامها مستثمرين ومصنعين مصريين وطنيين، احنا دعيت كل المصنعين المصريين الى تبني هذه الفكرة. احنا عندنا 41 مركز، وقلت لو في 41 مصنع عايزين ياخدوا ال 41 مركز دول، كل صناعة او كل مصنع ياخد مركز، واحنا كدولة زي ما احنا بنصرف عليه دلوقتي نصرف عليه سنة واثنين وثلاثة، ولكن تحت اشرافه وبمناهج هو وضعها، علشان نضمن ان الخريج ده يبقى خريج متدرب كويس نظري وعملي، وده الاهم، وعلى صناعات محددة. هو لما يتدرب يبقى كهربائي كويس او براد كويس او ميكانيكي كويس ويطلع يشتغل في مصنع في نفس التخصص بتاعه ده، بالتأكيد على طول زي ما بيقولوا هيحط المفتاح ويدور، بدل ما لسه يقعد بقى يتعلم ويضيع وقت، بل ما يبقاش عنصر جيد في انتاج صناعة جيد. انا بدعو كل المصنعين من مكان هنا دلوقتي، ودعيتهم قبل كده كتير جدا، احنا جاهزين يا فندم كحكومة ندي لحضرتك مركز تدريب، مركز انتاجي، خده احنا نصرف عليه، احنا كده كده بنصرف مية وكهرباء ومدرسين ومعامل ورش، خده يا فندم، واحنا برضو كحكومة هنصرف عليه سنة واثنين وثلاثة لحد ما تقدر بعد كده تصرف عليه، ولكن هيشتغل تحت اشرافك وبمناهج انت عاملها. ده ان شاء الله باذن الله ننجح في التوظيف، ويبقى توظيف من اجل الانتاج، ما ناخدش ما نطلعش ناس وخلاص وما يشتغلوش او ما ينتجوش. المحور السادس المحور السادس فندم هو الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة، وانا تعرضت عليه مع المحور الخامس. طبعا من الحاجات المهمة جدا
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. طبعا الدولة المصرية حريصة جدا وطبعا وزارة الصناعة أيضا على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك دعم المنتج المحلي. يعني لو قعدت اتكلمت على الاستراتيجية وإيه اللي احنا هنعمله في أو تخطيطنا في الفترة اللي جاية ممكن أخد وقت كتير من الحلقة النقاشية، ولكن هكتفي بهذا القدر، ولو في أي أسئلة أخرى إن شاء الله أكون جاهز للتجاوب عليها. شكرا يا فندم. شكرا. مهندس محمد سويدي، في كلمة حضرتك النهاردة اتكلمت عن تحديات واجهناها ونواجهها، ومن ضمنها تحدي على سبيل المثال كل يتحدث عنه في مصر وهو تحدي التعويم على سبيل المثال. وفي الفيلم سمعنا عن تحديات أيضا برزت زي ما يحدث من أحداث إقليمية محيطة بمصر، وأيضا ما دار من في أزمة كورونا الحمد لله عدت ولكن آثارها ما زالت موجودة. من رحم التحديات تأتي الفرص، بعض الناس لا يرى هذه الفرص والبعض رأى هذه الفرص وتعامل معها. كيف تعاملتم وكيف تنوون التعامل في الفترة القادمة مع التحديات والفرص؟ أشكر حضرتك طبعا، برحب بالسيد ضيوف تاني، وطبعا بعد الكلام اللي قاله سيد الفريف وغطى يمكن كل النقاط، لكن اسمها لحري بس اتكلم على حته تحدي التعويم. التعويم كانت فتره صعبه كلنا عانينا منها، او قبل التعويم يعني عشان بس نتكلم مشكله العمله، كانت فتره صعبه جدا كلنا عانينا منها، بنقص خامات بنقص الموارد، دي خلتنا كلنا نتعلم ان هطلع من المشكله دي ازاي وهتفادى حدوثها ازاي، وده اللي يمكن اهم بالنسبه لي. هطلع منها ازاي؟ ان انا لازم ابص ايه هو البديل المحلي اللي اقدر اشتغل عليه. البديل المحلي يعني انا ازود مكون المنتج المحلي، اتعاون مع زملائي، احول جزء كتير من المنتجات اللي كنت بستوردها ان هي تبقى محليه. الحكومه نفسها نظرت كده، الحكومه نفسها بدات بتقول انا بتشدد على تفعيل قانون المنتج المحلي، يعني تعالى لو انت وصفتك مظبوطه والكلام ده كله انا هساعدك، لو في مشكله فنية هننتظرك عدلها. وأنا يمكن قلت أحرك في كلمتي أن يعني رؤساء الهيئات والقيادات اللي قاعدين حاضرين معانا اللي هم فعلا ادونا الدعم ده، عملوا لنا لقاءات كثيرة جدا في المصانع، في أماكن شغلهم، في الورش الإنتاجية، في المقرات، أدي المكونات المستخدمة، ما هو البديل اللي ممكن نتعاون فيه، وبقى في تعاون فني كبير. فأنا من هنا طلعت تعلمت أن لازم يبقى عندي عملية منتج محلي، لازم أدي الدعم وأطور عندي وأزود نسبة المنتج المحلي عندي، لازم أعمل على التصدير. كلنا كنا الحجم السوق كان كبير جدا فبياخد إنتاجي، فبالتالي لما حصل شوية تباطؤ أنا لقيت أن عندي فراغ عملة وفراغ أسواق تاني. الحمد لله الفترة دي على قد ما كانت صعبة جدا، لكن عدد الشركات اللي بتصدر بقت اكتر بكتير، مش مجرد نسبه التصدير. اللي بيهمني في الفتره دي ان تبقى عدد الشركات اللي بتصدر اكتر بكتير جدا من عدد الشركات سابقا، فبالتالي حضرتك فتحت اسواق، بالتالي حضرتك امنت وكبرت حجم الـ الشركات لان انتاجي زاد. وانا بقول لو بساعد الدوله في إيجاد العملة، يعني أنا دلوقتي كمان زودت جزء المنتج المحلي وبساعد الدولة في إيجاد المنتج، فده النقطة اللي بشتغل عليها. فعملية التطوير الداخلي كانت مهمة جدا، وزي ما نقول حتى الرقمنة في الصناعة، وإحنا هنا معانا زملائنا من غرفة التكنولوجيا عاملين المعرض بتاعهم، كان عندي الوقت إن أنا لازم أطور من التكنولوجيا عشان أقلل في تكلفتي. لما جت بقى التعويم إداني يعني نفس يساعد جدا. يمكن الناس بتستغرب قوي ازاي يساعد. هو لو انا بالنسبه البسيطه كده حضرتك، هو انت لو بتستورد 50% من الخامه وبتصنع 50% اتطبق عليك الدولار في ال 50% دي، لكن الزياده الدوله ما زودتش حتى نص الزياده في الكهرباء ولا نصف. انا الدولار زاد عندي 3 اضعاف لكن الدوله ما زودتش مصاريفها 3 اضعاف.
ده الجزء، والمنتج المحلي ما زادش عندي 3 اضعاف من الخامه اللي بجيبها، فده الجزء اللي بيديني ميزه، اديتني ميزه اقدر اصدر اكبر ان اشتغل. فزي ما بقوله في كل محنه ده ما بنطلع منها باستفادات، فانا بقول ان ده الحمد لله رب الفتره دي جيده جدا. جت بقى طبعا مع الحكومه والتحديات اللي بتاخدها بسرعه القرارات بتساعد جدا ان انا الحق الفتره قبل ما اضيعها من ايدي، لان انا بعتبرها فرصه ذهبيه. شكرا لحضرتك. دكتوره اماني عيد، احنا بنتكلم عن المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه، مبادره تقريبا بقى لها 2.5 سنين، والحقيقه اسمها عالي جدا، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولاها بنفسه وباشرافه، وكان بتشريفه الحقيقه في عيد العمال الماضي في مايو كان هناك اعلان واطلاق لصندوق النيل للاستثمار الصناعي، وهو اول صندوق متخصص في القطاع الصناعي في مصر. الحقيقه يعني مجرد العنوان شيء جيد جدا. خليني قبل ما اوجه السؤال لحضرتك نشوف مع بعض فيلم قصير عن هذا الصندوق. العالم بيشهد تطور كبير ومستمر، ومصر كمان بتسير بخطوات ثابتة ووثقة نحو التطوير. تطور عمراني، مدن جديدة ذكية، موانئ، طرق، مناطق صناعية. مصر بتطبق رؤية متكاملة لتطوير قاعدة صناعية مصرية قوية. بنسابق الزمن وبنخلق فرص جديدة، استثمارات، إنتاج، نمو. صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق في مصر متخصص للاستثمار في الصناعة. صندوق النيل للاستثمار الصناعي، استثمر في الصناعة. طيب إعلان جميل، مين اللي هيحط الفلوس؟ عشان الفلوس تروح فين وتتحرك ازاي وتؤثر ازاي على الصناعة المصرية؟ تمام، هشرح لحضرتك أكيد. طيب اولا بس انا حابه يعني اقدم شكري لاتحاد الصناعات اللي كل سنه الحقيقه بنبقى متشرفين جدا ان احنا بنشارك معاهم في ملتقى اتحاد الصناعات وسط القامات الصناعيه ووسط الوزراء والحكومه المصريه. ابدا الحقيقه منذ بدايتها هي مبادره بتحاول تشجع وجود بيئه صناعيه للمستثمرين ان هم يركزوا فقط على الصناعه، وبنتكامل مع رؤية الدولة للصناعة ويمكن الرؤية اللي شرحها سيادة الفريق. قدمنا نموذج لتوطين صناعات لأول مرة في مصر بحجم استثمارات لمشاريع ابدأ بتاعت المرحلة الأولى ب 62.5 مليار جنيه. قدمنا نموذج لدعم المشروعات الصغيرة مع تطوير مجمعات صناعية والحفاظ على استثمارات بحوالي 23 مليون جنيه، ده عن طريق قطاع دعم الصناعة الموجود بالمبادرة. قدمنا أيضا نموذج لمدارس تعليم فني معتمدة دوليا، وبشكر برضو معالي دولة رئيس الوزراء والوزارة ووزارة الصناعة تحديدا اللي دايما بيدونا الدعم عشان نقدر نكمل ونقدم خدماتنا للمستثمرين. أما فيما يخص الاستثمار فجرت العادة إن الاستيراد أسهل من الإنتاج المحلي والادخار أسهل من الاستثمار الصناعي، وبما ان التحدي الاكبر للمشروعات دايما هو التمويل فاحنا اخذنا خطوه تنفيذيه وفي مجال الاستثمار الصناعي، واطلقنا صندوق النيل للاستثمار الصناعي كاول صندوق متخصص يتم طرحه في البورصه المصريه. الصندوق راس ماله 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصه المصريه، وبعد الإعلان عن الفكرة في مايو بتشريف سيادة الرئيس في عيد العمال السابق كان في حقيقة استجابة من المؤسسات المالية للاستثمار في الصندوق. الصندوق بيقوم بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات وهي صناعية فقط بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 500 مليون جنيه لكل شركة، مع توفير الدعم الإداري والتنظيمي والرقمي لمساعدة الشركات دي في النمو. في إدارة الصندوق تم الاستعانة بكوادر وخبرات فنية وصناعية واستثمارية وشركة إدارة صناديق ومحافظ مالية.
ده عن طريق لجان الإشراف ولجان الاستثمار في الصندوق، وكله طبعا يتبع لمعايير الحوكمة والشفافية في البورصة المصرية. علشان نختار الشركات اللي هيتم الاستثمار فيها في الصندوق، تم وضع معايير، وهي في الأصل بتتوافق مع معايير دخول مبادرة ابدأ في أي شراكة، وهي الوفر في الفاتورة الاستيرادية، وجود الشريك الصناعي ذو الخبرة القوية في المجال، وأيضا ارتفاع نسبة المكون المحلي مع وجود فرصة للتصدير. تم تطبيق المعايير دي على 8 شركات بتكلفة استثمارية حوالي 17 مليار جنيه، وحجم عمالة مباشرة 3000 عامل، ونسبة مكون محلي من 30-40% في القطاع الهندسي، وتتجاوز 90% في القطاع الكيماوي. فإحنا الحقيقة بكده نكون قدمنا مثال للاستثمار في البورصة، يشجع المستثمرين غير الصناعيين للاستثمار في البورصة. عارفين بس ان دي مجرد خطوة أكيد، بس هتكون في طروحات وصناديق استثمار أخرى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ طارق حسين، الحقيقة يعني أحسن اتحاد الصناعات في اختيار حضرتك لتكون ممثلا للقطاع الخاص هنا، لأن عندك الحقيقة تجارب أنا لما قريت عنها قبل ما وإحنا بنعد لهذه الجلسة، من ضمنها تجربة مرتبطة بالسؤال اللي وجهته للمهندس محمد السويدي، وهو أنه من رحم الأزمة تأتي الفرصة، والفرصة تأتي بفكرة، والفكرة يبدأ تطويرها حتى تحقق الصالح العام. فعايز ابتدي من عند فكرة أبجريد، وهي الحقيقة هي الفرصة اللي خرجت من قلب الأزمة، فريد حضرتك تشرحها لنا. متشكر يا أستاذ أسامة. أنا شاكر جدا أن أنا في وسط الكوكبة العظيمة دهيت. الفكرة بدأت إحنا كشركة سكاي من وكلاء شركة سامسونج للتليفونات المحمولة من 25 سنة. حصلت أزمة الدولار من كام سنة، وابتدى الاستيراد يبقى صعب جدا. كان الشركة عندنا فيها 1200 موظف، وبقى لازم نبتدي نفكر خارج الصندوق لنشوف هنعمل ايه. وهنا طلعت فكرة شركة أبجريد. أبجريد شركة احنا عملنا مصنع لتجديد الهواتف المحمولة في مصر. اتعلمنا، روحنا سافرنا أوروبا والصين واتعلمنا الصناعة ديت، وشفناهم بيعملوها ازاي، واستوردنا احدث المعدات لإعادة تجديد الهواتف المحمولة اللي هي تخليها تصل بجودة عالية جدا، تضاهي الجديد كأنها جديدة. احنا حتى السلوجن بتاعنا as good as new. دربنا ناس كتير جدا عندنا على الإصلاح والتجديد. ببساطة احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشتري التليفونات من الأفراد، من الناس في السوق، التليفونات المستعملة، وبنقوم بتجديدها بالكامل لتصبح كالجديدة. وبنعبي التليفونات دهيت في علب زي التليفونات اللي بتيجي من المصانع في الخارج، وبنحط عليها العلامة التجارية بتاعتنا اللي هي أبجريد، وبنطرحها في السوق بسعر أقل من الجديد بنسبة تتراوح من 30-40% من سعر الجديد. الأجهزة بتاعتنا بتخرج بضمان سنة كاملة بفاتورة ضريبية، وبنحافظ على حقوق العملاء، يعني زي إمكانية الاسترجاع خلال 14 يوم. الكلام ده كله ما بيحصلش لما بيحصل شراء لأي تليفونات مستعملة. الهدف الرئيسي إن احنا نوفر للمواطن المصري حلول اقتصادية. احنا عارفين إن شراء تليفون محمول النهاردة أصبح عبء مالي كبير، فبنوفر منتج بجودة عالية وبسعر في متناول الجميع. الشركة حاليا بيشتغل فيها حوالي 200 موظف من مهندسين وفنيين وفرق تسويق ومبيعات. هدفنا خلال السنة الجاية إن احنا نوصل لعدد يتجاوز 1000 موظف، وده بيخلق فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد. السوق العالمي لتجديد الهواتف المحمولة في السنة حوالي 70 مليار دولار،
وده بيأكد لنا ان احنا شغالين في مجال ليه مستقبل ضخم جدا في مصر. خطتنا ان احنا نحقق مبيعات بقيمة من 4 إلى 5 مليار جنيه في السنة ان شاء الله محليا، مع العمل على توعية المستهلك المصري بفرق الجودة بين الهواتف المستعملة والمجددة. احنا عايزين نفهم الناس يعني ايه منتج مجدد. المشروع ده هو بيقلل فاتورة الاستيراد هواتف المحمولة، يعني لو قدرنا ان احنا ناخد من 5 إلى 10% فقط من سوق التليفونات المحمولة في مصر، هنقدر نوفر من فاتورة الاستيراد من 200 ل 300 مليون دولار سنويا. الحاجة التانية ان السوق ده هو كله كان بيشتغل كسوق موازي للتليفونات المستعملة غير خاضع للضرائب، لكن احنا بنبيع بفواتير رسمية، وحاليا بنتواصل مع وزارة المالية لمحاولة للوصول لتعريفة منضبطة للفات أو القيمة المضافة، لأن احنا لما بنحط 14% واحنا شاريين التليفون من الزبون عليه اوريدي 14% بس مش عارف اخصمها، بتعمل مشكلة وبتخلي سعرنا غالي جدا، ولكن احنا واخدينها على نفسنا حاليا الى ان يصدر تشريع للمنتجات المجددة. فكرة جيدة جدا استاذ طارق. طب خلينا كده في الدقائق القليلة المتبقية اننا نحاول ناخد راوند اسئلة، لان عندي اسئلة كتير عايز اقولها. معالي الفريق، عاصرت مع حضرتك وانت حضرتك بتكتب كده بايدك توطين صناعة وسائل النقل في مصر، وحضرتك كنت متولي وزارة النقل فقط. توطين صناعة وسائل النقل قد تبدو شيء بسيط، لكن حضرتك دخلت على السكة الحديد ودخلت على القاطرات ودخلت على المترو ودخلت على الجر الكهربائي، موضوع أصلا مرعب يعني أن حد يفكر فيه. وأنا ببص على حضرتك كده لما توليت وزارة الصناعة أيضا، قلت التجربة دي لما هتنعكس هناك تقدر تعمل في الصناعات الثقيلة أيضا وليس فقط في الصناعات المتوسطة والصغيرة. هل فعلا دي في الخطة؟ بالتأكيد طبعا تجربتنا في وزارة النقل، إذا كنا يعني في سبيلنا إن احنا إن شاء الله بإذن الله ننجح فيها ونعمل صناعة في النقل، إن احنا نوطن صناعات كل الوحدات المتحركة أو أضمان السكك الحديدية أو حتى الفلنكات اللي احنا للأسف ما كناش بنصنعها، والوقت بنعمل مصانع لدواخل العربات السكك الحديدية ومصانع لأجهزة الاتصالات أو وسائل السيطرة والتحكم على القطارات. التجربة دي ساعدتنا كتير جدا، أو أثناء تخطيطنا لتوطين بقى الصناعة بشكل عام في مصر، دورنا على فعلا ايه احتياجاتنا اللي احنا عايزين من الصناعات نوطنها، ايه يعني اللي يقدر ينجحنا، ايه المواد والخامات الاوليه اللي موجوده عندنا اللي نقدر نخش فيها، حتى لو بعض الصناعات الثقيله زي صناعات الحديد وصناعات الالومنيوم وغيره اللي ما عندناش الخامات بتاعتها موجوده، ولكن عندنا تكنولوجيا انتاجها والنوهاو بتاع ومصانعها اللي موجوده فعلا قائمه بالفعل. بدانا نوطن في هذه الصناعات بسرعه، سواء بالتعاون مع المصنعين المصريين والقطاع الخاص المصري، او ندور على المصانع الكبيره اللي كانت موجوده في وقت من الاوقات في مصر وبتعمل صناعات ثقيله فعلا، زي شركات القطاع الاعمال اللي لسبب ما كانت يعني توقفت عن الانتاج او خرجت من الخدمه في وقت من الاوقات، زي شركه النصر للسيارات. بدانا تاني نتعاون مع وزاره قطاع الاعمال وفي هذا القطاع بالتحديد، وبتوجيهات من فخامه الرئيس الدوله رئيس الوزراء متابعه مستمره لحد ما قدرنا نرجع صناعه زي دي تاني. ويمكن حضرتك شفت الاسبوع الماضي ودوله الرئيس بيتفقد هذا المصنع، بعدها بيوم او باثنين عندنا صناعه ثقيله ايضا لشركه كبيره جدا من الشركات المصريه زي شركه النصر للمسبوكات، لشركه بتطلع تقريبا 80-90% من احتياجات مصر من في هذا المجال، مواسير
الزهر المرن حتى 1000 ملي بكل مكوناتها ومشتملاتها من محابس من قطع مخصوصة لغيره. قدرنا برضو نروح أنا وزمايلي معالي وزير العمل والمختصين في وزارة الداخلية والرقابة الإدارية. يعني الدولة كلها بدأت تبص على توطين الصناعات وخاصة الصناعات الصقيلة اللي ممكن تفتح بيوت ناس كتير، اللي ممكن توفر لنا عملة صعبة كتيرة بدل ما نستوردها، اللي ممكن نصدر منها زي صناعات الحديد. احنا مصر بتصدر صناعات حديد كتير جدا. عملنا حاجات كتير جدا في الفترة اللي فاتت من شأنها توطين الصناعة عموما. اولها معلش ان خرجت عن الهدف من السؤال قوي، ان احنا نوفر اراضي للمصنعين. يعني تعاوننا مع وزارة الإسكان ومع المحافظات اللي عندها الأراضي، صدر قرار بأن هيئة التنمية الصناعية تبقى هي المسؤولة عن تخصيص الأراضي كلها في مصر. خدنا الشواغر اللي موجودة في المحافظات أو في وزارة الإسكان، عملنا منصة مصر الرقمية، يقدر أي مستثمر يقدر النهاردة يخش على المنظومة كل 3 شهور، في 1/9 تمت وفي 1/12 اللي جاي يقدر ياخد الأرض اللي هو عايزها بالنشاط اللي هو عايزه بالمساحة اللي هو عايزها دون ترخل بشر معاه. قننا شوية ونظمنا موضوع اللجان اللي كانت تمر على المصانع، بقى عندنا نوعين من اللجان، لجنة عامة فيها كل المعنيين بالصناعة سواء وزارة الصناعة، وزارة البيئة، التنمية المحلية، الري لو كان فيه مصنع قائم على بير جوفي، الحماية المدنية، السلامة والصحة المدنية. يعني بدأنا نعمل شكل من أشكال رقابة وحوكمة وفي نفس الوقت تسهيل للناس، لجنة أخرى علشان الناس اللي عايزة تصدر بسرعة يطلع مندوب من التنمية الصناعية مع مندوب من الصحة الدوائية أو الوقاية الدوائية، أو بعد شوية إن شاء الله في يناير هتبقى هيئة سلامة الغذاء علشان يدي الشهادة الصحية. يعني بنسهل الإجراءات شوية علشان نقدر الناس فعلا نجتذب الناس وتوطن صناعة ونسهل لها إجراءات التصدير. لا يعني المجال واسع قوي، لكن طبعا الوقت محدود، بنرجع صناعات. هو المهندس محمد اللي محدد الوقت، يعني انا كنت بقول له عايزين الجلسه تبقى اطول، قال لي لا. هو طبعا وقت الناس ووقت دوله الرئيس، ف يعني هنكتفي، ولكن كل الناس عارفه ان احنا دلوقتي الحمد لله كل الحكومه مش وزاره الصناعه فقط بتسعى بشكل جدي توفر الارض، توفر المرافق، توفر المناخ الجيد، وده المهم جدا، تساعد في حل كل المشاكل. داخلين في موضوع برضو التيسيرات سواء الضريبية أو توفير الأموال اللي لازمة في إطار المبادرات اللي كانت موجودة واللي مستمرة واللي بنحاول باستمرار نعملها. بنجتمع مع كل المصنعين، حلنا مشاكل كتير من المحاجر، حلنا مشاكل كتير من المطلوبة للمصنعين في الآخر علشان يصنع بجودة وبحرية وبكمية كافية، ومحدش بقى يروح يضايق ولا حد يقفل له مصنع ولا حاجة. شكرا يا فندم. مهندس محمد سويدي، يعني في كلمتك برضو اتكلمت وشاورت على الشباب اللي احنا مش شايفينهم من هنا عشان خاطر الكشافات اللي ضربة، لكن هم شباب واعد. عايز سريعا كده اقول لك، يعني انت عندك التحدي ده، بس في تحدي كبير موجود في السوق عشان خاطر الولاد الصغيرين دول، وهو تحدي التوك توك. والحقيقة انا كنت بعمل فقرة في برنامجي قبل كده بتتكلم عن الصناعية، والصناعية كانوا الكبار كانوا بيشتكوا من ان الولاد الصغيرين بيهربوا بسبب ان هم بيروحوا يسوقوا التوك توك بالكثير. فالنهاردة التحدي مش مجرد تحدي ايجاد الفرص، لا ده، ومش بس التدريب، لا ده في انواع اخرى من التحدي عشان نخرج بولاد متميزين زي اللي موجودين فوق معانا هنا النهاردة. بس حضرتك يعني سريعا، هو احنا مش هنحل المشاكل للدنيا، احنا بننقذ الجيل الجديد اللي طالع. الشاب لما بيدخل في الاعدادية على المدرسة الثانوي، انا بقول لحضرتك ما شاء الله النتيجة مبهرة، الكفاءة بتاعتهم عالية جدا، الولاد ممتازين. فهو لما بيدخل يكمل تعليمه في المدرسة الثانوي الصناعي، وممكن يكمل بعديها الى معهد فني، نسبة الهروب منها يعني تقريبا شبه معدومة، احنا ما شفناش. ف
فهي الصح، بس ان احنا نوجد المدارس. ما يجوز بتاع الدكتور ده ما لقاش البديل اللي يديله الامل في وظيفه، لكن شباب خريجين المدارس دول تقريبا بيتاخدوا على طول لان عليهم طلب اكتر من العدد احنا دلوقتي. فهو ده اللي احنا لازم نعمل ان احنا نزود عدد المدارس، نزود عدد الطلبه الخريجين، علشان طالما علمته كويس ولقى بيلاقي فرص عمل فورا، مش فرصه واحده بيختار بين اثنين وثلاثه وغيرها، بيبقى الاتجاه بقى الى الجزئيه الاخرى، سواء التوك توك اللي حضرتك بتتكلم عليه او كده، ده بيقل جدا. فده الصح ان احنا نشتغل اكتر، مدارس اكتر، نطلع عدد اكتر، ابتدي الدنيا مع الوقت تقل ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور اماني. يعني في كلام معالي الفريق الكثير من الكلام دار على الحوار وتقديم الخدمات والتيسير على المستثمر. في تجربة موجودة في المجمعات الصناعية اللي هي موجودة في أسوان، اللي هي منطقة الجنينة والشباك، تسمح لنا أو تسمحوا لنا أن احنا نشوف مع بعض هذا الفيلم القصير، وارجع أسأل حضرتك سؤال عن هذا المجمع. منذ اللحظة الأولى لتأسيسها في عام 2022 كان هدف مبادرة ابدأ الأول والأساسي هو تطوير ودعم الصناعة في كافة المحافظات المصرية. وانطلاقا من هذا الدور أسندت إلى المبادرة دراسة التحديات التي تواجه المجمع الصناعي في منطقة الجنينة والشباك بمحافظة أسوان، وهو المشروع الذي تأسس على مساحة بلغت 56 فدانا لخدمة أهالي النوبة، وكخطوة ضمن جهود الدولة العديدة لتنمية الصعيد. بدأت المرحلة الأولى من المشروع بتأسيس 308 وحدة صناعية على مساحة 17 فدانا بتكلفة بلغت 770 مليون جنيه، ليشمل أنشطة تنوعت ما بين صناعات غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ومنسوجات. ونجحت ابدأ من خلال قطاع دعم الصناعة بالمبادرة بوضع خطة تطوير بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية، وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعية مستثمري أسوان، جامعة النيل، وعلى رأسهم محافظة أسوان. وكانت الخطة المتفق عليها اتخاذ خطوات لتوفير بيئة صناعية ناجحة بالمجمع ومحفزة للاستثمار في وحداته، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لتوسيع خدمات الهيئة بمحافظة أسوان، التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات تخصيص الوحدات، ثم التواصل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل إجراءات التمويل وتوفير فرص تدريبية والتسويق لمنتجات وحدات المجمع. عملنا بروتوكول تعاون مع المبادرة مع جمعية المستثمرين إن احنا نبدأ الانطلاقة لترويج عن مشروع الجنينة والشباك. التعاون مع جمعية مستثمري أسوان لاستكمال تطوير المجمع وإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وقد قامت ابدأ بتدريب أكثر من 30 متدربا من أصحاب الوحدات والمستثمرين الجدد بالمجمع على أحدث الأساليب لإدارة المشاريع والوحدات الصناعية بالتعاون مع محافظة أسوان وجامعة النيل. استفدت من الدورة حاجات كتير، إن أنا إزاي أعرف أتعامل مع السوق ومع العميل، إزاي أعرف أبتكر في المنتج بتاعي وأطور من نفسي. وبتسهيلات من محافظة أسوان تم تطوير وتحسين الخدمات الخاصة بالمجمع، مثل توفير وسائل نقل للعمال وحل مشكلات المياه، ووصل عدد الوحدات المخصصة بأكثر من 100 وحدة في شهرين. احنا استلمنا الوحدة في مارس 2023، كانت في إجراءات متأخرة معنا، احنا بنشكر مبادرة ابدأ. لقد قدمت تلك التجربة المتميزة نموذجا فعالا في كيفية التعاون والتنسيق الأمثل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تجربة يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية وتطوير الصناعة بمركز نصر النوبة بأسوان. تجربة يمكن البناء عليها، ده اللي اتقال في ختام الفيلم. حضرتك عايز حضرتك نبدأ من عند هذه الجملة المهمة.
مظبوط، هو ده يعني احسن مثال احنا نقدمه على التكامل مع هيئات الدوله ومؤسساتها. الحقيقه زي ما تعرض في الفيديو النموذج بتاع الجنينه والشباك في مدينه نصر، في نصر النوبه، هو كان من احد الزيارات اللي ابدا بتعملها دايما للمناطق الصناعيه. ومع توجه الدوله لتنميه الصعيد وتسليط الضوء على الامكانيات والفرص المتاحه تحديدا في محافظه اسوان، زرنا المجمع لقينا ان في نسبه الاشغال مش كبيره الحقيقه. فعلى طول احنا حطينا خطه للتطوير المجمع ده، وتم ان ادرسنا التحديات مع الجهات المعنيه وعلى راسها هيئه التنميه الصناعيه. الحقيقه عملنا مؤتمرات، نظمنا مؤتمرات تعريفية بالمجمع، يمكن تواصلنا مع أكثر من 189 مستثمر ندعوهم للاستثمار جوه المجمع بالتعاون مع جمعية المستثمرين. أيضا حطينا خطة تسويقية للمنتجات وتمويلية عن طريق جهاز تنمية المشروعات، وخطة تدريبية عملناها داخل المجمع للمستثمرين على كيفية إدارة المنشأة الصناعية. كل ده الحقيقة كان تحت مظلة محافظة أسوان اللي هم ساعدونا كتير وزللونا كل العقبات اللي كانت موجودة قدامنا. فدي خطوة احنا عملناها وقدمناها لأهالينا في النوبة اللي هم كان عندهم استعداد حقيقي للاستثمار في المجمع، عشان هم عارفين الفايدة المجتمعية اللي هتعود إذا المجمع ده اشتغل. فده بعد شهرين الحقيقة دلوقتي تم سحب أكتر من 293 كراسة شروط، وفي 100 مستثمر موجود أو 100 وحدة صناعية تم تخصيصها، وفي منهم بدأ إنتاج بالفعل. فدي هي التجربة بتاعتنا اللي احنا مقدمينها في الأسوان. ربنا يوفقكم. طب أستاذ طارق، يعني احنا اتكلمنا عن تجربة أبجريد، في تجربة تانية موجودة عند حضرتك وهي تجربة مرتبطة بصناعة مهمة جدا ومرتبطة بالتقارب. يعني هنا مع الفريق الأستاذ طارق عامل حاجة تخلط ما بين الخدمات اللوجستية المقدمة والمساعدة للتصدير، ممكن هو يحكيها لنا هنا. تفضل يا فندم. احنا في المجموعة عندنا قطاع اللوجستيات. قطاع اللوجستيكس احنا مضينا اول محطة تشغيل وامتياز محطة متعددة الاغراض في ميناء شرق بورسعيد، وهي ميناء اخضر صديق للبيئة. المحطة دهيت احنا شغالين ازاي نساعد المصنعين انهم يصدروا. الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها ان احنا بنزود معدلات الشحن والتفريغ والنقل بسرعة عالية جدا عن طريق معدات قوية جدا وسريعة وحديثة. يعني احنا وصلنا ان احنا بنقدر نشحن اكتر من 30,000 طن للسفينة الواحدة في اليوم، وده ضعف المعدلات الطبيعية. احنا في المحطة قدرنا الحمد لله ان احنا نفرغ ونشحن في التسعة اشهر اللي فاتت فوق الخمسة مليون طن، وده اول سنة تشغيل لينا، والحمد لله ده اعلى من التارجت اللي احنا كنا حاطينه لنفسنا. احنا كان في تحديات طبعا كتيرة. كان في بيشاع عن ميناء شرق بورسعيد انه الدخول والخروج منه موضوع صعب جدا، هو دوت غير حقيقي. احنا تمكننا الحمد لله من اول السنة لغاية دلوقتي ان احنا ننقل 5 مليون طن. الخمسة مليون طن دول تتنقلوا على 100,000 رحلة رايح جاي من شرق بورسعيد الى العاصمة او لداخل الجمهورية. و الدنيا الحمد لله أجهزة الدولة وقفت معانا جامد جدا بكل أجهزتها أنها تساعدنا في هذا. في إيمانا منا أن احنا لينا دور في تنمية الصناعة، والتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أن احنا نصدر، مصر تصدر منتج تام. فإحنا دلوقتي بصدد إنشاء محطة لتصدير الأسمنت السايب. بنبني صوامع للأسمنت السايب. مصر فيها طاقة كبيرة جدا للأسمنت، وبنصدر حوالي 12 مليون طن كلينكر في السنة.
طب ما المصانع المفروض بدل ما تصدر كلينكر تصدر أسمنت سايب ودوت أفضل لها في الأسعار وفي الأرباح للمصانع. فما كانش بيعرفوا يعملوا كده لأن ما فيش سايلوز أو صوامع في المواني المصرية. فإحنا الحمد لله مضينا وابتدينا في الإنشاء محطة للأسمنت السايب بطاقة تصل إلى 2.5 لـ3 مليون طن سنوياً، وبنقدر نشحن سفن لغاية 50,000 طن بطاقة شحن 20,000 طن في اليوم. دوت بيفتح لأيام المصانع الأسمنت مثلا السوق الأمريكي. السوق الأمريكي بيستورد 15 لـ20 مليون طن أسمنت في السنة وما كناش عارفين نخدمه خالص في مصر. فإحنا بنتعاون مع المصانع إن إحنا نتيح لها إنها تصدر من طيب مصر. شكرا حضرتك أهو موجود معانا مع الفريق أهو. طبعا يعني أهو لسه أنا بقول معلش بس أنا يعني عايز دقيقتين اتنين. واحدة أتكلم في اللوجستيات اللي حضرتك اتكلمت فيها المهندس صاري لأن ده موضوع مهم جدا للصناعة طبعًا. يعني اللوجستيات ما حدش يفتكر إن هي نقله بس، لا ده هي أساس الصناعة، لأن أساس الصناعة استيراد مواد وخامات أولية ما كانش عندنا وتصدير المنتج. فإحنا كحكومة مصرية خططنا ما يسمى بالممرات اللوجستية. الممرات اللوجستية اللي احنا عملناها منها 7 ممرات لوجستية بتستند أساسا على منطقة في البداية منطقة صناعية أو منطقة زراعية أو منطقة إنتاج عموما، وبتتصل بميناء بحري. هاخد من كلام المهندس طارق، تتصل بميناء بحري علشان اصدر منها عشان او استورد منها. متصله بالميناء البحري دي عن طريق وسيله مواصلات، يا اما طريق حر سريع عشان البضاعه بسرعه سواء صادر او وارد، او قطار ديزل او قطار كهربائي سريع ان شاء الله مع تطوير الميناء نفسها عشان تستقبل المراكب الكبيره اللي تقدر فعلا باعماق كبيره تقدر تشيل حمولات كبيره، يقدر يبقى فعلا عندنا تجاره ترانزيت وتصدير تصدير حقيقي. بس في شرق بورسعيد عايز اضيف للمهندس طارق عشان الناس تبقى واخده بالها لان ده موضوع مهم جدا. احنا الوقت القطر بيدخل ميناء شرق بورسعيد 4 ايام في الاسبوع، بيشيل في كل رحلة 50 حاوية. نقدر نزود عدد القطارات علشان اللي قال المهندس طارق مهم جدا، بدل ما تنقل الـ50 حاوية دول على 50 شاحنة بـ50 رحلة، لا هم قطر واحد ينقلهم وما فيش أي مشكلة في دخول القطر بالإجراءات الأمنية والتفتيش والكلام ده إلى شرق بورسعيد. فموضوع اللوجستيات ده موضوع مهم جدا وإحنا واخدين بالنا منه من فترة، ويمكن زي ما المهندس محمد السعودي قال اللي اتعمل في قطاعات البنية الأساسية كلها، مش النقل فقط، البنية الأساسية فقط كلها اللي هي قطاعات النقل والكهرباء والاتصالات وكل الكلام ده واللوجستيات، إن شاء الله بإذن الله هيبقى لها مردود كبير جدا على الصناعة والتصدير. النقطة اللي برضو متصلة بنفس الكلام ده هو توطين وتعميق الصناعة. أرجع تاني للسؤال اللي حتى كنت سألته في الأول، إحنا مش ممكن مثلا بنتكلم إحنا دلوقتي مهتمين جدا بصناعة السيارات، ولكن مش ممكن هيبقى عندنا صناعة السيارات إن أنا أجمع سيارة وخلاص واستورد وصدر، لا، عشان يبقى عندي صناعة سيارات حقيقية لازم يبقى عندي صناعة مكونات السيارات، وده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. يمكن حتى شفت في الفيلم مصانع الزجاج، مصنع جريش للزجاج، عايزين 2 و3 و5، وانا بقول الكلام ده للمستثمرين المصريين والاجانب، عايزين مصنع و2 و3 للزجاج، عايزين مصنع و2 و3 للكاوتش، عايزين مصنع و2 و3 للضفاير. اذا تعميق الصناعه مش ان انا او توطين وتعميق الصناعه مش ان انا يبقى عندي صناعه سيارات، لا، يبقى عندي صناعه مكونات السيارات اقدر اصنع منها السياره. الطاقه، احنا في مصر عندنا مشكلة كبيرة جدا زي ما قلنا في الأرض، وبنحاول نحل الأرض وغيره وغيره ونمنع تجارة الأراضي والسماسرة بإجراءات كتير بنعملها، ولكن إن أنا يبقى عندي صناعة حقيقية فأنا محتاج طاقة كتير. طب عشان أعمل طاقة يبقى لازم أعمل صناعات طاقة. طب صناعة الطاقة هنقول إحنا هنعمل طاقة شمسية، ممكن نستورد الطاقة الشمسية أو السولار بانل بتاع الطاقة الشمسية، ولكن إن أنا أعمق بقى صناعة إنتاج لوحات الطاقة الشمسية، إن لازم يبقى عندي بقى صناعات زجاج
قوية جدا، لازم عندي صناعات ألمونيوم قوية جدا، صناعات منتجات الكهرباء أو مفردات الكهرباء قوية جدا. فمن هنا عشان نعمق ونوطن صناعة اللي هو سؤال حضرتك وبناء على كلام المهندس طارق، لازم عندي صناعة المكونات، وده اللي احنا فعلا كدولة بنعمله دلوقتي. متشكرين. حقيقة فن دولة الرئيس، هل حضرتك عندك تعليق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، واسمحوا لي طبعا أن أنا يعني أعبر عن سعادتي وفرحتي وتشرفي بوجودي في هذا الملتقى الجميل اللي بينظمه اتحاد الصناعات المصرية. وطبعا النهاردة أنا موجود بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورسالة من سيادته بكل الدعم ويعني المساندة الكبيرة جدا لهذا القطاع المهم اللي احنا كلنا بنقول ان هو ده قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية. وعايز أبدأ هنا ان دايما الصناعة يعني كقطاع بيبنى على مجموعة أخرى من القطاعات اللي لازم تبقى موجودة، وبالتالي يمكن دايما كان بيوجه للحكومة انتوا ابتديتوا تهتموا بصورة يعني مؤخرة بقطاع الصناعة، بينما الحقيقة ان النهاردة كنا علشان نقدر ندفع الصناعة بالقوة والسرعة الكبيرة اللي احنا النهاردة بنشتغل عليها، كان لازم يبقى عندي البنية الأساسية اللي تبقى موجودة النهاردة عشان تخدم هذا القطاع، كان لازم يبقى عندي الطاقة بمختلف أنواعها اللي تبقى موجودة، كان لازم يبقى عندي الأراضي المرفقة اللي تشجع هذا الموضوع، كان لازم يبقى عندي مواني ووسائل النقل اللي بتنقل لي كل هذه الصناعات. وبنطور في قوانيننا اللي بتمكن هذا كل المستثمرين في هذا القطاع ان هم يتواجدوا وينموا ويكبروا الصناعة بتاعتهم. فهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه كدولة في المرحلة السابقة، اللي النهاردة بقت تخلي اتحاد الصناعة النهاردة والمهندس محمد السويدي وهو بيتكلم بيقول احنا النهاردة الظروف اللي موجودة النهاردة هي ظروف ذهبية لقطاع الصناعة في مصر ان هو ينطلق ويكبر في خلال الفترة القادمة. وهو ده تركيزنا كحكومة منذ يعني تشكيل الحكومة الاخيرة، ازاي هذا القطاع يتحرك بالسرعة الكبيرة اللي احنا كلنا بنأملها. كانت اول خطوة ان احنا كحكومة النهاردة يبقى عندنا يعني نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ومجموعة وزارية متخصصة لهذا الموضوع، هدفها وشغلها الشاغل ازاي نحرك هذا الموضوع بعيدا عن الاجراءات الروتينية او البيروقراطية اللي موجودة، وناخد قرارات زي ما بنقول بره الصندوق علشان تحرك هذا القطاع بصورة كبيرة جدا. الاستراتيجية عرضها سيادة الفريق نائب رئيس الوزراء ومش هتكلم فيها كتير، ولكن كل همنا النهاردة وده اللي بدعو بيه كل رجال الصناعة هو تعميق الصناعة في مصر. احنا اتكلمنا وشفنا تجارب ناجحة ونماذج ناجحة في الافلام اللي عرضت النهاردة، لكن طول ما هيبقى بنتكلم على ان المكون او نسبة المكون المحلي لا تتجاوز 40% و50%، مش هي دي الطفرة اللي احنا كلنا بنأملها. احنا محتاجين يبقى عندنا الصناعة اذا كانت بتنتج صناعة زي ما سيادة الفريق كلم صناعة السيارات، يبقى لازم كل الصناعات المغذية بتاعتها حواليها، وبالتالي اقدر اوصل بان نسبة المكون المحلي 70% و80%. هو ده اللي هيعمل الطفرة الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا النهاردة مش هدفنا ان احنا نحد الواردات او الاستيراد، بالعكس احنا عايزين ان اي حاجة بنستوردها تبقى داخلة في تعميق التصنيع، وبالتالي بتزود لي المنتج المحلي وبتزود الصادرات، وبالتالي احنا كل هدفنا من المنظومة الجديدة كيف نعمق المنتج المحلي، كيف نزيد من جودة المنتج، كيف نزيد من صادراتنا. وصدقوني لما بنتكلم ان حلم ان احنا نصل بحجم صادرات مصر الى 140 و 145 مليار، هذا الرقم انا اخدته من رجال الصناعة ومن رجال الاقتصاد، انا ما طلعتش بيه كرقم، ده هم اللي قالوا لي هذا رقم قابل للوصول اليه بكل الخطوات اللي احنا بنشتغل عليها ان شاء الله لغاية 2030. وبالتالي كل اللي عايز اكد عليه في الكلمة، احنا كل تركيزنا النهاردة كحكومة دعم هذا القطاع، وهذا القطاع اللي بيقوده هو القطاع الخاص في الأساس، وهو ده احنا دورنا ان احنا نساعد في هذا الأمر. اتكلمنا على إصلاحات ضريبية وأعلناها وبنشتغل عليها في تيسيرات وإجراءات النهاردة، ويمكن اللي اتكلم عليها المهندس محمد في كلمته، أيوة احنا شغالين على تبسيط الإجراءات النهاردة، توحيد الإجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي بتتم من خلال هيئة التنمية الصناعية. لكن اللي أنا عايز أكد عليه النهاردة، بنراجع النهاردة موضوع الرسوم
وكل الأموال اللي كانت بتدفع لجهات الدولة عشان يبقى المطور أو المستثمر بيدفعها في جهة واحدة وفي مكان واحد. وكمان بنراجع هذه الأرقام وإزاي إن احنا نقللها عشان برضو نسهل عليه والإجراءات، وده هنطلع بيه إن شاء الله في خلال المرحلة القادمة. كل ده عشان زي ما بقول لحضراتكم الصناعة في مصر تستحق إنها مش فقط تبقى مساهمتها في الناتج المحلي 14%، دي لازم تبقى 20 و30% زي الدول الكبرى اللي حققت طفرات. إحنا شغالين على هذا الموضوع وإن شاء الله هنحققه بدعم رجال الصناعة في مصر. أنا سعيد إن إحنا بنتكلم وبنشوف جيل ثالث ورابع من أسر في الصناعة، ولكن الأهم عندي إن يبقى الحجم بتاع هذه الأسر أو حجم الصناعة نفسها عمال يكبر ويوسع وبيزداد المواكبة للتكنولوجيا الحديثة، لأن هو ده اللي هيحقق الطفرات اللي احنا كلنا نبقى موجودين فيها، ويبقى معاها جيل أول من الشباب اللي موجود معانا في الشرفة فوق، لأن هم دول أمل مصر في خلال الفترة القادمة. وبأكد مرة أخرى الدولة المصرية شغلها الشاغل هو دعم هذا القطاع في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا دولة الرئيس دكتور مصطفى مدبولي. بتقدم بخلص الشكر لمحدثينا الكرام معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والأستاذ طارق حسين العضو المنتدب لمجموعة سكاي اند ريلاينس لوجيستكس. خالص الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، وأترككم لمتابعة أجندة هذا المؤتمر الهام. شكرا لحضراتكم. السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام، نختتم الآن مع حضراتكم أعمال الجلسة الافتتاحية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثالثة. وكانت هذه جلسة حوارية ثرية وجهت رسائل إيجابية عن مستقبل الصناعة المصرية. ننتظر العديد من المناقشات الهامة خلال فعاليات الملتقى على مدار اليومين التاليين من خلال جلسات حوارية تناقش عدد من الموضوعات، منها آليات تعميق الصناعة الوطنية، التصنيع من أجل التصدير، التصنيع المستدام وتقليل البصمة الكربونية، الصناعات المتقدمة والابتكار والتكنولوجيا في الصناعة، مستقبل الصناعات الكيماوية وصناعة الطاقة، تنمية المهارات البشرية في القطاع الصناعي. وعلى هامش الملتقى يقام معرض يضم عددا من نماذج الصناعات الوطنية المصرية. دولة رئيس مجلس الوزراء، شكرا لحضور وتشريف سيادتكم وكل السادة الوزراء. نستأذن سيادتكم الآن في استراحة قصيرة يليها تفقد للمعرض على هامش الملتقى.